ريبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، جيناكم تاني بتحديث لول باتش نوت 6.8. التحديث هذا عامة في تغييرات تارجتد او فوكس او متركز على التانك ميترز بالذات توب لين. اخش اشرحها بالتفصيل ان شاء الله حبة حبة. نبدأ بالشامبيونز. اول شيء دي الريليسينج طارق الجديد، الريورك حقه حينزل. ما هتكلم بالتفصيل عنه لانه الشباب في ريدي جيمز كالعادة نزلوا فيديو شرح للابيليتيز حقته، هحط اللينك في الديسكريبشن للي يبغى يروح يشوفه دايركت لي. بعد كذا ايكو، ويمكن هذا اكبر تعديله في اكبر تشامبيون صار عليه تعديل في الباتش هذا. لو ملاحظين في ال سي اس كل جيم تقريبا في توب ايكو وفي توب جراجس. توب ايكو او ايكو عامه كتشامبيون ميزته في الهاي دامج هاي ريسك، هاي ريسك هاي ريورد. ايش يعني؟ يعني يخش بالدبليو حقته بعدين يسوي كيو يسوي دامج مره عالي يرجع بالالتي برا. لما صار يبني فول تانكي صار يقدر يسويها مره واثنين وثلاثه واربعه من دون ما يشيل هم انه يدخل في وسط الزحمه وينقتل. فريوت قرروا يغيروا الوضع هذا ويرجعوا الوضع الطبيعي. فاول شيء سووا له نيرف، يعني حتى لو تبي تروح تانك ما زال بامكانك تروح تانك، بس ما اظن حتشوفه تانك كثير. بس الفكره اذا انت تانكي ما حتسوي دامج زي ما كنت بتسوي اول. نقصوا البرسنتج دامج الباسيف على الدبليو. الدبليو اول ايش كانت تسوي؟ كان اون هيت كل ضربه تنقص 5% من المسنج هيلث، يعني تضرب زياده 5% من المسنج هيلث حق التارجت اللي قدامك نقصوها 3%. وزودوا الاي بي ريشيو، يعني ما بيحاولوا يدفوا الناس على انهم يبنوا اي بي اكثر منه يبنوا تانكي. وزودوا حاجه تانية، الدبليو صارت تضرب المينيونز كمان، يعني على اساس اظن يبغوا يعطوا مينيون كنترول على على اللين اللي هو فيه. غير كذا نقصوا الدامج حق الاي، البيس دامج حق الاي من 50 ل 170 ل 40 ل 140، وزودوا الاي بي ريشيو برضه نفس الفكره، يبغوا يبني اي بي اكثر مما يبني تانكي. بعد كده عندنا غاليو. غاليو ما هو موجود في الميتا يا شباب زي ما انتم شايفين، وما اظن التعديل هذا حتخليه موجود في الميتا. لسه الناس بتحب تلعب اي دي ميدز، وغاليو ما ينفع قدام الاي دي ميدز في كل الحالات. زودوا الكوست، نقصوا الكوست حق المانا حق الاي حقه، وزودوا الموفمنت سبيد. كل اللي حتسويه هذا يمكن تخليكم تشوفوا غاليو شويه في البدايه بالذات اذا قدامه في اي بي، بس ما اظن هتفرق في قد ايه حيلعب ولا في الهاي. بالنسبه لجريفز يا شباب نفس اللي صاير مع ايكو توب بيبسو مع جريفز. ايكو يروح تانكي يسوي دامج زياده، جريفز يروح دامج يصير تانكي زياده. فالفكره انه يبوا يخففوا يبوا يخلوه مانجبل، يعني اكثر او يخلوا الناس يقدروا يسووا كاونتر بلاي عليه اكثر من الوضع اللي هو صاير فيه حاليا. كل اللي سووه نقصوا التوتال اتاك دامج اون ذا فيرست هيت حق الريشيو حق على في الريشيو على الباسيف حقته، يعني اول هيت بيسويها او اول اوتو اتاك بيسويها كان دائما بيسوي فيها دامج زياده، دحين نقصوها شويه ما بين ليفل 1 ليفل 18. والشيء الثاني، اول لما كان يسوي كريت كان يضرب يطلع 8 بولتس، كان لما يسوي تفجيره وتطلع كريت كان يضرب 8 بولتس، الحين صارت 6. هو العادة الطبيعية 4 في الكريت تصير 8، دحين صارت في الكريت تصير 6، برضو بيقللوا الدامج حقه. ونفس الشيء ضافوا له في الباسيف حاجة جديدة، إذا رايح كريت إذا سويت كريت الكريت حيسوي 140% دامج زيادة، إذا بنيت انفينيتي ايدج حتسوي 160 دامج زيادة. فهم دحين بيعطوك خيار في جريفز، يا تروح فول كريت يا تروح فول لايف ستيل. ولو رحت فول لايف ستيل ما عاد صار تسوي زي أول، وإذا رحت كريت حيدوك دامج زيادة. برضو يبغوا الناس يبنوا لس سي دي ار ولس تانكينس على على عليه عشان يسوي الدامج اللي هو المفروض يسوي. بعد كده كوغماو، فكرة ريوت في كوغماو او في الشامبيونز الاي دي سيز عامة انه هو الاي دي سيز، طب في عندك هايبر كاريز اللي هم الليت جيم في نهاية الجيم يفجر يصير ماله حل زي كوغماو زي تريستانا زي جينكس وزي فين. كان الميزه فيهم انه هم او الميزه في اذا وصلوا الليت جيم انه مستحيل، يعني مره صعب انه اي احد يهزمهم.
في بداية الجيم مرة ضعيفين. هم يبوا يغيروا يبوا يخلوا الكيرف حقها أسهل شوية، يبوا يخلوه في بداية الجيم ما زال ضعيف، بس عنده مجال إنه هو يسوي تريدز ويلعب زي الناس الأوادم من دون ما يخشوا مشاكل. فهذا اللي سووه مع كوغماو، بس الكيو حقته كان ما حد يلفلها لين ليفل 8 لين ليفل 12 لين ليفل 13، ما حد ياخذها نهائيا لانه يوزلس، ما لها اي فائده. يبغوا الناس تاخذها من البدايه عشان تستفيد منها، فزودوا الدامج، زودوا البرسنتج حق الارمر والام ار شريد عليها ل 20% بدل ما هو 12%. يعني لو شايف قدامي اليستر مثلا بوت، اول ما كنت اخذ الكيو دحين حاخذها لانه حتنفعني مره كثير. بالنسبة للدبليو نقصوا البيس اون هيد دامج حقها لأربعة على أساس بيسكلي انيرف، لأنه ما زالت الدبليو بتسوي مشكلة صراحة في الاير دي جيم ولا في الميد جيم ولا في الليد جيم. ماستري ما نيرف على الالتي حقته، كل اللي يبغوا يسووه في الالتي حقته انه يبغوا الناس يضغطوا عليها يعني او يستخدموها في الوقت المناسب في هذا، بدل ما يستخدمها بدري ويجري من بدايه اللين لين ما يوصل للشامبيون حقه، لا يبغوا يستخدمها في 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 اوقات في الوقت المناسب اللي المفروض يستخدمها فيه. ما اظن النيرف هذا حيفرق معه كثير لانه it doesn't really matter. يعني الناس اللي هم مين ماستري حيعرفوا يستخدموها في الوقت المناسب. مس فورتشن ما هي موجودة حاليا في الميتا زي ما انتم شايفين، ما حتشوفوها نهائيا. يمكن في البري سيزون كانت موجودة كثير لانه دوبها نزلت ونزل عليها بفات بالهبل، وبعدين بعد كذا نيرف اللي سووه ما عاد صارت موجودة ولا عاد صار تشوفها قدام اي تشامبيون. يعني تقدر تسوي اي شيء قدام اي اي دي سي تاني. يمكن في بداية الجيم يكون عندها هي الباور هورس حقها ولا الباور بيرست حقها في بداية الجيم، بعد كذا ما عاد تشوف لها وجود ولا حتشوفها الا في تيمز اللي هم الكومبوزيشنز حقها اللي هو الاي او اي كومب اللي هو زي مالفايت امومو الستر، مالفايت امومو الستر اللي هو يوقف مجموعه وبعدين تفك الالتي واستفيد، غير كذا ما لها اي وجود زي ما انتم شايفين. فهم ايش يبغوا يسووا؟ يبغوا يرجعوا لها وجودها ويبغوا يخلوها تنافسيه شويه حبتين مع الاي دي سيز البقيه. اللي سووا الاتاك سبيد حق الدبليو حقها كان يجلس 3 ثواني صار يجلس 4 ثواني، الكول داون زودوه ل 12 دقيقة 12 ثانية بين 8 ثواني، بس الفرق انه الكول داون يبدا اول ما تشغل الدبليو، اول كان الكول داون يبدا اول ما تخلص الدبليو، دحين الكول داون يبدا اول ما تشتغل الدبليو. وبعد كذا كل اوتو اتاك تسويها وتسوي فيها الباسيف اللي هي اللاف تاب، اذا ما انتم فاكرين ايش هي الباسيف. الباسيف اي اول كاركتر اول شامبيون تضربه، اول ضربه تضربه تسوي دامج زياده وتحط عليه علامه القلب اللي فوقه. علامه القلب هذه لما تجي وانت مشغل الدبليو حتنقص الدبليو حتنقص الكول داون حق الدبليو بسنتين. في اللي عملوه انه يبقى تشغل الدبليو طبعا تجري ورا واحد وانت بتجري تضرب الاوتو اتاك على واحد، لو تضربها على تاني جنبه وترجع على الاول حتقلل الكول داون حق الدبليو سيجنيفيكنتلي، يعني ثانيتين مع كل ضربه بالافتاب. وزي ما قلنا الكول داون حقها يبدا اول ما تبدا الدبليو بدل ما يبدا اول ما تنتهي الدبليو. اولاف كشامبيون موجود في الميتا بتشوفه توب، مش كثير زي ما بتشوفه هو لانه هيلاك سي سي، ما عنده سي سي، ما عنده ريلي هارد سي سي، عنده باسيف، عنده سوفت سي سي اللي هي الكيو حقته سلو 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 سلو. طبيعه اولاف عشان يقدر يقتل اي احد لازم يخش في نص الزحمه ويوصل لين الكاري في الاخير يفك الالتي ويديها مشوار ويجري ورا الادم اللي ورا ويقتله. فاللي بيسووه اللي بيقولوا يعني بالنسبه لاولاف، اولاف كان كل شيء حاجه فيه كل حاجه كويسه فيه الا موضوع السيرفابيلتي حقته، كان يخش في وسط الزحمه بس ما كان تانكي وكان يموت مره بسرعه. فكل اللي يبغوا يسووه زودوا له اللايف ستيل على الدبليو حقته على اساس يقدر يسوي عشان السيرفابيلتي حقته تزيد، ونقصوا وزودوا الارمر والام ار على الالتي حقته على اساس يدوله برضه مور سيرفابيلتي. رامبل كشامبيون فاكرين في سيزون 5 الاشياء كنا نشوفه في كل جيم ال سي اس توب، لانه كان بيسكلي توتالي توب دومينيتنج على اساس الدامج حقه كان عالي، اللين كنترول حقه كان عالي، المانج الويف مانجمنت حقه كان عالي، الامباكت حقه الامباكت حق الالتي حقته كانت تسوي ريبوزيشن للتيم كله، يفصل التيم قسمين، يا في كذا تيم كومبوزيشن رامبل كان ينفع معاها. بس اللي صار الباتش هذا في موضوع التانك ميتا صاروا كلهم يروحوا تانكس ياخذوا تشامبيونز ثاني على اساس انهم تانكي على اساس يقدروا يضيفوا اكثر للتيم كومبوزيشن من رامبل. يبغوا غير الموضوع هذا، يبغوا يخلوا رامبل يرجع في الليل مره ثانيه على اساس
يبغوا يقللون موضوع التانك ميتا. رامبل الكيو حقته صارت تسوي 100% دامج على المينيونز بدل 50%، والالتي حقته نقصوا عليها السي دي ار. يمكن التعديل على الالتي ما هو كبير زي ما انتم ملاحظين، ولا حيكون له تأثير كبير، بس الكيو التأثير حقها حيكون مرة شاسع، لأنه الكيو أو الفليم ثرور حقه هو الابيليتي اللي يستخدمها في مانجينج الويف في اللين. بوشينج ذا لين ايزير، يقدر يسوي بوش للين بسرعة ويتحرك بسرعة. أظن هذه حتفرق، وأظن هذه حتخلي رامبل ينشاف مرة كثيرة في السيزون هذا، أو اتليست في الباتش هذا. بعد كده تعديلات الايتمز يا شباب. ايس بورن جانتلت، ايس بورن جانتلت كلكم عارفين تنبني ثرو شين، يعني يا تروح شين ايس بورن جانتلت، يا تروح شين ليتش بين، يا تروح شين ترينيتي فورس. اللي صار مع تانك ميتا برضو ايكو جراجس وهذا، صاروا كلهم يبنوها على اساس بتعطي اوفرول دامج زياده 125% بيس اتاك دامج تعطي زياده، بس عشانك اشتريت شين، وهي المفروض انها يوتيليتي، المفروض انها هي تديك شويه تانكينس وتديك السلو. فكل اللي بيسويه يبغوا يهدوا وضعها شويه عشان ما تهاف نفس الامباكت. اذا تبغى دامج تروح ترينيتي فورس ولا ليتش بين، اذا تبغى يوتيليتي وسلو تروح على ايس بورن. نقصوا زي ما قلت لكم يا شباب البيسك، البيس اتاك دامج عليها من 125% ل 100%. بالنسبة للميركوري سميتر ولا الايتم الكيو اس اس اللي هو الكويك سيلفر سايس ايتم اللي تنبني منها، رايوت بيقولوا انه الايتم فيري جولد افيشنت، سعرها كويس، بس سعرها اقل من الفاليو حقتها، عشان الاكتف حقتها، عشان الاكتف اللي هي لما تضغط كويك سيلفر سايس تفكك من السي دي، ولا تشيل منك الدي باف، ولا تشيل منك هذا، يقول لك هي سعرها المفروض يكون اكثر من كذا. فقال لك ما حنزود سعرها، بس ايش حنسوي؟ حننقص الاتاك دامج حقها، على اساس الناس بالذات الاي ديز ما يختاروها عشان دامج، يختاروها بس عشان اليوتيليتي. ايش هي اليوتيليتي؟ اللي هو تفك الستان ولا تفك هذا. بعد كذا الكربتنج بوشن، حاليا البوشن هذا بيستخدموه 3/4 الناس اللي بيطلعوا توب. على يبغى يلعب سيف، ابغى العب سيف اختار كاربتن بوشن يديك هيلث مره كثير ويديك مانا قليل، على اساس انه انا ابغى العب سيف اجلس من ورا اضرب وارجع افك البوشن، اضرب وارجع افك البوشن. فكرتهم رايوت عامة ما عاد يبغوا الناس تلعب باسيف، يبغوا الناس تخش وتسوي تريد وتسوي سي اس ويضرب فقللوا الهيلث بير تشارج عليها وزودوا المانا بير تشارج. ليه زودوا المانا بير تشارج؟ على اساس زي ما قلت لكم يبغوا الناس تخش وتتضارب، يبغوا الناس يسووا تريدز. بعد كده شباب الماستريز نفس الفكره في الفيست زي اللي سووه في الكربتنج بوشن. كان اول الناس اللي تبغى تلعب سيف ياخذ فيست ويجلس ورا المينيون ويف، يضرب مينيون ويف ويرجع يهيل، يضرب مينيون ويف يهيل ويرجع. فدحين صار عليها الكول داون 30 ثانية، معناها ما تقدر تستخدمها او ما تقدر تسويها الا ضربة واحدة او مرة واحدة كل ويف، وهذا حيخلي الناس يا تبطل تستخدمها عامة اذا كان هو، او تجبر الناس انهم هم يلعبوا شوية اجريسيف على اساس يستفيدوا منها من على الشامبيونز. سيكريت ستاش نفس الشيء حق الفيست ونفس الشيء حق الكرافتين بوشن، زودوا نقصوا الهيلث منها وزودوا المانا منها عشان يبغوا الناس يسووا تريد زود باول. بعد كده الجراس بوفان داينج برضو توب تانك ميتا، كل التوبس بياخدوها على اساس سستين. لسه ما اظن التشينج هذا حيفرق كثير فيها، وما اظن حيخلي الناس اللي هم يلعبوا تانكي يبطلوا ياخدوها، بس كل اللي سووه قللوا السستين حقها على اساس يعطوا فرصة للكاونتر بلاي. غير كده يا شباب كل التعديلات اللي صارت على فيجوال افكتس، فيجوال ريفرش، سبيل شيلد، فيجوال ريفرش في الشامبيون سيلكت، عدلوا شويه تعديلات بوغ فيكسز في الجيم سيتنجز، خلوا الديفولت الكويك كاست وخلوا الانديكيت رينج وسوي شويه بوغ فيكسز. وهذا كل شيء مهم في الباتش نوت هذا يا شباب. الله يعطيكم الصحه والعافيه، مشكورين ما قصرتوا، ان شاء الله نشوفكم على خير في النكست باتش نوت. السلام عليكم.